الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الذين يموتون الآن على الحدود هل يعتبرون من شهداء المعركة؟ وما هو الضابط في شهيد المعركة الذي لا يصلى عليه؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، وأن الأعمال وإن اتفقت في الصورة الظاهرية إلا أنها تختلف عند الله عز وجل صحة وبطلانا وقبولا وردا، وتتفاوت في ثوابها وأجرها على حسب ما يقوم في قلب صاحبها من النيات والمقاصد والبواعث. والجهاد في سبيل الله عز وجل يدخل تحت هذا الأصل العام، فإن من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن أحدنا يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. واعلم رحمك الله تعالى أن الحكم بالشهادة ينقسم إلى قسمين: إلى حكم فيما بيننا وبين الشهيد نفسه، وإلى حكم فيما بين الشهيد وبين الله عز وجل. فأما الحكم فيما بين المقتول وبين الله فإن أمره يرجع إلى نيته، والتي لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. فإن كان الله يعلم من نيته أنه لا يريد بقتاله إلا الدفاع عن الإسلام، ولا يريد بجهاده إلا إعلاء كلمة الله عز وجل، فهو في سبيل الله باطنا وظاهرا، أي عندنا وعند الله عز وجل. فهذا هو الشهيد حقيقة، والذي دلت الأدلة على عظم أجره وعلو رتبته وسمو منزلته عند الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للشهادة فيما بيننا وبينه في هذه الدنيا فإن الأحكام فيها مبنية على الظاهر، لأن أمور النيات والقلوب لا نعلم بها، ولأن المتقرر أن الأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها، والمتقرر عند العلماء أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فمن رأيناه قد مات بين صفي المسلمين والكفار في جهاد الطلب أو جهاد الدفع فإنه يعتبر من جملة الشهداء عندنا في أحكام الدنيا، فنعامله معاملة الشهداء، فلا نغسله ولا نصلي عليه، وإنما ننزع ما عليه من الجلود والسلاح وندفنه في ثيابه إن كانت باقية عليه، ولا نمسح عنه دما ولا نرتق فيه جرحا، بل يدفن بدمائه وثيابه. فإن هذه الدماء إذا كان شهيدا عند الله تنقلب يوم القيامة فيكون اللون لون الدم، والريح ريح المسك، نسأل الله من فضله. فمن جملة أحكام الشهداء أنهم لا يصلى عليهم، والضابط في ذلك هو أن من مات في المعركة وجرح في المعركة فإنه يعتبر من جملة الشهداء الذين لا يصلى عليهم. وأما من جرح في المعركة وحمل وأكل وشرب وبقي في المستشفى عدة أيام ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويعامل معاملة سائر المسلمين. وأما من مات في أرض المعركة برصاص العدو فإنه يعتبر من الشهداء الذين لا يغسلون ولا يصلى عليهم، إلا إذا رأى ولي الأمر الصلاة على بعضهم فلا حرج عليه في ذلك، كما اختاره أبو العباس بن تيمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على حمزة، وثبت عنه في آخر حياته أنه ذهب إلى البقيع وصلى على شهداء أحد.
وثبت عنه أنه ترك الصلاة عليهم كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. فالصلاة وعدمها أمران منقولان عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشهداء، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. والجمع بينها هو أن نقول إن الأصل عدم الصلاة على الشهيد إلا إذا رأى الإمام الصلاة على بعضهم لمصلحة يراها الإمام، فإن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فإذا ترك الناس الصلاة عليهم فهذا له سنة ثابتة، وإذا رأى ولي الأمر الصلاة على بعض الشهداء فهذا له سنة ثابتة، والله أعلم.